أتوافقون؟ كل القضية أننا في غفلة ينتابنا بعض الذنوب، لكنها سرعان ما قد تنتهي. أتراهنون أو تعجبون؟ كل الحكاية أنني لن أستكين لغاصبي حتى نهاية قصتي. ما ظنكم في نيل إحدى الحسنيين؟ أتمانعون؟ هل تسمعون صوت المآذن شامخات في حواري قدسنا؟ وهناك في الأقصى الرجال مع الحرائر ماجدين، عيوننا إليهم ترحل كل يوم. أو تعلمون إن يفتحوا تلك الحدود لبرهة فلسوف يندفع المأون من الشباب ينافحون، بل إنهم سيتبرون وما على لعدوهم سيتبرون. أتصدقون؟ أتصدقون روح الهزيمة لم تعد من مفردات معاجمي، بل قد تلاشت منذ حين. بالرغم من هول الفظائع والمجازر والسجون، بالرغم من كل الظنون حيث اختفت من خوفها، ألا ترى في أرضنا من ذا يقوم بشأنها؟ ألا ترى كل العتات الظالمين الخائنين الغارقين بحبها يتواجدون؟ فالحق أولى أن يجيء بقوة مهما ادلهم الخضب أو ريب المنون. ولئن تبدى الباطل المأفون يزهق لو تلون أو تشبث أو تحصن في الحصون، وأكاد أجزم أننا مستبشرون. الله غالب.